السلام عليكم أخواتي، لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواش مباركة. غادي ندير اليوم إن شاء الله كيكة بالسميدة وعصير البرتقال، كتجي زوينة بزاف. كنحتاجو في المقادير 4 البيضات، 4 سميدة رقيقة، وشوية الملحة، كاس سنيدة، كاس لاروب دقيق الفورس الدقيق الأبيض، نص كاس ديال الكوكو، كاس ديال الزيت نباتي، وكاس عصير البرتقال، 2 خمارات 7 غرام، ووحدة خنيشة فاني. هاد الكيكة كتطيب وكتسقى بعصير البرتقال كاس مغلي مع السنيدة حتى كيعقد شي شوية، تنسقيوها به، كتجي زوينة. واللي بغى يزينها من فوق بالكوك ماشي مشكل، باش كنعملو رابيل. غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه، وقبل ما نبداو الطريقه كنشكر كل من ساهم في قناتي ونزل تعليق ودعم الجام، وكنطالب باللي باقي ما شافش القناه ديالي واللي باقي ما نضمش القناه ديالي ينضم، وشكر جزيل من كل قلبي. هنا اخواتي درت البيض مع السنيده وضربتهم وزدت عليهم الزيت وضربتهم. دابا غادي نزيد عاود عصير البرتقال ونخلط، وعاد نزيد الكوكو الطاحين. دابا غادي نزيد الكوك غادي نزيد السميدة هنا اخواتي ضربت البيض والسنيده منين طلعوا شي شويه وبداو بيضوا زدت عليهم الزيت ضربت شي شويه وعاود زدت كاس ديال عصير البرتقال. دابا زدت السميده والكوك والدقيق ها هو، وغادي نخلط شي شويه وعاد نزيد الخميره ونتلاقاو. دابا درتها في الطاوه وغادي ندخلها للفران سخون، ملي تخرج غادي نسقيها بعصير البرتقال مغلي مع شي شويه السنيده. هنا في هذه الكاسرونه درت عصير البرتقال وتقريبا 1/4 كاس ديال السنيده، غادي يغلاو شي شويه ونحيدهم يكونوا واجدين باش ملي تخرج الكيكه سخونه وهما يكونوا بردوا نسقيها بهم. اخواتي هاي الكيكه دابا طابت، راني سقيتها بالسيرو ديال عصير البرتقال والسكر، رشيتها بالكوكو من الفوق، هاني قطعتها، شتو كتجي هشيشة هشيشة زوينة بزاف. نتمنى تنال إعجابكم وبصحة والراحة.